عليكم البنات، غنقدم لكم دابا البنات واحد الحريشه كنعمرها من الداخل بالكونفيتير. عندي السميده، واحد نص كيلو السميده، عندي واحد ربيع كاس الزيت، كاس البنات غير صغير، عندي واحد الخماره، عندي معلقه سنيده، معلقه صغيره الملح، معلقه خميره فوريه صغيره، معلقه صغيره بحال هكذا، انا غندير عنيشان هنا، عندي واحد معلقه ديال الزبده البنات، هذيك كتجي تكون شويه مملحه، معلقه واحده غنديرها، وعندي الحليب باش غادي نعجن المكونات ديالي، وعندي الكونفيتير ديال الليمون اللي صاوبنا مع بعضياتنا، واللي غنعمر به دوك الحريشات. وبقاو معايا البنات ان شاء الله وتشوفوا الطريقه كيفاش. البنات غندير ديك معلقه صغيره ديال الملح، معلقه كبيره ديال السنيده، وهاد ربيع كاس زيت، شي شويه ديال الزيت، وهاد خمارة الحلوة، درنا معلقة صغيرة ديال خميرة الخبز، هادشي كلشي البنات. نزيد واحد معلقة ديال الزبدة، ناس واحد المعلقه ديال الزبده من هاد الماركه اللي قلت لكم، ها هي غندخلها مزيان مع هاد السميده، هي اصلا كتكون رطبه البنات، ها نعجن بالحليب بارد بارد، الحليب البنات على حسب السميده، كاين اللي كتشرب كاين اللي ما كتشربش، غير بالصباع البنات باش باش تبقى لينا محلوله من الداخل. البنات كي كتكون بالاولى دابا البنات غنغطيها نخليها واحد 10 دقائق عاد غنجيو نبداو نخدموها. بين ما شربات ليا البنات العجينه ديالنا شربات، وعندنا واحد الطبسيل درنا فيه السميده، عندنا قرعه ديال الكونفيتير ديالنا اللي صاوبنا ديال الليمون، عندنا المول اللي غنخدمو به، وغنبداو البنات مع بعضياتنا، نتابعو معايا اسهل ما يكون. ندير واحد هكا البنات، نجيب واحد معلقه صغيره، ناخذ واحد قياس الليمون بحال هكا البنات، ونديرو الوسط، خصني نسد عليه مزيان البنات باش ما يتحرقش ليا في الطاوه. نسد عليه مزيان وكندوز في السميده صافي، وكندير في الطاوه المقله ديالي طيب. نعاودو مع بعضياتنا وحده اخرى البنات، ندير واحد المعلقة ديال الكونفيتير لا بأس بها، معلقة صغيرة عامرة، الكونفيتير شوية شائدة ديال الليمون البنات اللي بقشورو تيكون شوية واقف متيكونش جاري، وكنسدو عليه مزيان باش ما يخرجش لينا، نخليو شي بلاصة عريانة بحال هكذا، مسدود كامل، ندوزو في السميدة، ندوزو في السميدة البنات هكذا، ناخذ مول دائري ونحطه في المقله البنات، وغادي نضغط عليه يشد لا فورم ديال المول صافي، وكنحيد وندوز وحده اخرى حتى كنكمل. نعاود معكم وحده اخرى البنات وصافي، ونخليكم تنكمل.
نتلاقاو البنات ملي نكملوا باش نوريكم الشكل النهائي. البنات شي وحدين غندير فيهم فرماج، فرماج عادي البنات مثلثات. فين تحطوا البنات ديال الجبن وديال الفرماج عندي هاي دابا باش ننوع ما يكونش غير الكونفيتير بوحدو. حنا كنعرفوا البنات الحرشام كتبغي تدهنيها من الداخل كتبقى تفرتت هكا كتجي مدهونه ناضيه. كتبان لكم كنتمنى البنات تكون كتبان لكم. هاي البنات طيبه سخونه كيف قلت لكم حنا يدينا تروده وعلى السخونيه. البنات ها هي تبرد شويه البنات ونفتح لكم شي وحده نكمل معكم هادو ديال الجبينه. البنات ها الحريش البنات الحريشات ديالنا طابو. هادو البنات اللي عمرناهم بالكونفيتير نحلو مع بعضياتنا شي وحيده. هادو البنات اللي عمرناهم بالفرماج حتى هي نحلو وحيده ونشوفو كل وحده نديها بوحدي نفتح ليكم. البنات هاهي ديال الفرماج كونفيتير نتمنى تكون واضحة لكم الصورة. دابا البنات حلو لي عمرنا بالفرماج. البنات اللي معمره فرومة بالكونفيتير ديال الليمون هي هذه الحرشه كيجيوا البنات رائعين. كنتمنىكم البنات تجربوا وتشوفوا راه كيجيوا زوينين وبالصحه والراحه.